أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين والغر المحجلين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. سادتي السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات الله وسلامه عليك سيدي يا أبا عبد الله، سيدي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لحيكم مهجتي جانحة ومقلتي نحوكم طامحة. وكم لي على حيكم وقفة وعيني في دمعها سابحة. تعاين أشباح تلك الوجوه فلا برحت نحوكم شابحة. وعدت غريبا بتلك الديار، أرى صفقتي لم تكن رابحة. كما عاد مسلم بين العدا غريبا وكابدها جائحة. رسول حسين ونعم الرسول، إليهم من العترة الصالحة لقد بايعوا رغبة منهم، فيا بؤس للبيعة الكاشحة. يا وقد خذلوه وقد أسلموه، وغدرتهم لم تزل واضحة. فيا
ابن عقيل فددك النفوس لعظم رزيتك الفادحة يا لنبكي لها بمذاب القلوب فما قدر أدمعنا المالحة سقت كدما يا ابن عم الحسين محاجر شيعتك السافحة ولا برحت هاطلات الدموع تحييك غادية رائحة يا لأنك لم ترو من شربة ثناياك فيها غدت طائحة يا رموك من القصر إذا وثقوك رموك من القصر إذ أوثقوك فهل سلمت فيك من جارحا وسحبا تجر بأسواقهم ألست أميرهم البارحة يا حمل والتف على سربها حمل والتف على سربها يدب العدل فوق الطاح حمل والتف على سربها يذب العدل فوق الطائح شيد لمجد فعله وهو راح المجد ما راح كوفة وخلف بكل دار تسمع ناعية وصياح غبرها بضرب سيفية وملتهية بمياتمها كل المرجل المسلم وهو واحد وهم مالاف كل المرجل المسلم وهو واحد وهم مالاف غريب أصبح وهل كوفان ما أجربوا يا صياف نسوا رجالها ترميه وكل هذا الفزع ما خاف يشهد للعدو مسلم سلم من لوم لا يمها حيلة وشرك نصبوله حيلة وشرك نصبوله يا والأرجاس هالأرجاس دون سلاح وقع بيها يا وجذب حسرة تنخى وصفق راح براح وصارت نخوته يا حسين وصارت نخوته يا حسين في وسط الجمع من طاح فديت النفس طاع عمرك يا ذروة هوى شمها ولي ومن دارت عليه القوم ومن صارت عليه لا
يما كون حسين يا عباس حاضر نخوتي ويما ومن ضربه على راسي وشيبة خضبي بدم مثل ما خضبوا بالدم يردهم خضبا بدمهم مجتولي وغريب الدار ما من صايحة صاحت عليه شلون أبو طاهر ما من نايحة ناحت غيرتها وحميتها من عدها العرايب راحت ولا واحد لخوت الراح يندبها ويحشمها تجارة يا مسلم عدوك يا مسلم عدوك يا مسلم كيف تجارة يا بحبل جسمك يسحبونه تجارة يا والمصابك دمع عيني تجارة وعليك الروح يا مسلم شجية لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به أو بهما لن تضلوا بعدي أو لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما. طيبوا مجالسكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. لو أن المسلمين بأجمعهم أخذوا بمضمون هذا الحديث الشريف، وهذا الحديث بهذا اللفظ قد ورد في صحيح الترمذي وذكره الحاكم في مستدركه على الصحيحين، كما أن ابن حجر احتج به في بعض فتاواه أو في كتاب الفتوى. على كل حال، وهذا الحديث بهذا اللفظ ألفاظه على كل حال متعددة إلى صيغ متعددة، يظهر منه أن الرسول صلى الله عليه وآله
ربما كان يؤكد على هذا المعنى وهذا المضمون في أكثر من مرة وفي أكثر من موقف، ولذلك تعدد الرواة وتعددت الصيغ والألفاظ، ولكن المضمون هو واحد: كتاب الله وعترتي. وهو الحديث المشهور في كتب المسلمين بأجمعهم، سنة وشيعة، وليس سنتي. سنتي يعتبر من الأحاديث، الحديث الواحد الضعيف من حيث السند ومن حيث التواتر والذكر لهذا اللفظ. على كل حال، لكن احنا نقول لو أن المسلمين أخذوا بمضمون هذا الحديث وعملوا به واقعا لتنعموا بالخيرات كلها، ولحافظوا على نعمة الله الكبرى التي من الله بها عليهم: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بمعنى آخر أنه المسلمين لو أخذوا بهذا الحديث لكانوا بالفعل وحدة واحدة وأمة واحدة واقعا وفعلا، وليس فرق وليس مذاهب وليس طوائف وليسوا متناحرين ولا متقاتلين. ينادى دائما لما تشتد الأزمات بالمسلمين أن تعالوا نوحد الصفوف، وتعالوا نلم الشمل، وتعالوا نجمع المسلمين على كلمة سواء بينهم. ولكن المشكلة أنه لا يوجد أساس عند المسلمين تجمع عليه كلمتهم. كل ما يقال أنه تعالوا نلتقي عند المشتركات. احنا نؤمن بالله ربا واحدا، إلها واحدا، أحدا فردا صمدا لا شريك له. كل المسلمين هذا إيمانهم، ويؤمنون بالنبي ويؤمنون بالقرآن ويؤمنون بالملائكة والرسل بأجمعه، لأن هذه كلها، ويؤمنون بالمعاد، كل هذه القضايا مشتركات بين المسلمين، تعالوا نتفق عليها. بس المشكلة أنه هذا ما يحل الخلاف بين المسلمين ولا يحل الإشكال وسبب التناحر. ليش؟ لأن التناحر مو جاي من المشتركات، مو جاي في قضية في توحيد الله، بمعنى التوحيد، توحيد الألوهية، أن الله، خليك عن المسائل الفرعية فيما يتعلق بالتوحيد. احنا ما نختلف على أن الله واحد أحد لا شريك له. إذن مشكلتنا مو جاية من هذا الجانب، ولا جاية من جانب إيماننا بالنبي محمد، ولا من إيماننا بالقرآن، ولا إيماننا بالمعاد. هي جاية من وين؟ جاية من القضايا والقناعات والاختلافات اللي كل واحد ذهب برأيه وأخذ بنظره القاصر إلى تلك الجوانب. هنا صارت الإشكالات وصارت المشاكل وانبعثت أسباب الفتن والاختلاف. إحنا إذا أردنا أن نجمع كلمة المسلمين لابد أن نؤسس لذلك أساسا، وليس هناك أصلح لوحدة المسلمين من أن يجعل حديث الثقلين أساسا لوحدة المسلمين. ماكو أصلح من هذا.
يعني أن نرجع إلى كتاب الله وإلى عترة رسول الله صلى الله عليه وآله الذين أوصانا بهم، والدلالات على ذلك كثيرة. والحل هو في أن نجلس وأن نتحاور لعلاج هذه الخلافات حوارا علميا هادئا موضوعيا عقلانيا بعيدا عن كل المعوقات ومسببات الفتنة. عندنا أشياء دين تجعل وحدتنا أمر صعب، وتجعل تقاربنا أمر صعب، منها ما يتعلق بالعصبيات، هذه المشكلة الكبرى. لما نجي ندعو إلى أنه تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم نعالج الخلاف علميا، لأن القضايا هنا 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 محل الخلاف، خلاف على آراء، خلاف على نظريات، فيها الجانب العقائدية، فيها الجانب العبادية. تعالوا خلنا نوصل إلى حال دين يرضي الجميع، ونجعل الحق غايتنا. أنا أريد أن أصل للحق وأنت تريد أن تصل للحق، لا أنا أريد أن أؤيد مذهبي ولا أنت تريد أن تؤيد مذهبك، لأن إذا كل واحد تعصب لمذهبه دين ما سوينا شيء. كل النقاش راح يصير دين غايته وهدفه إثبات أن السنة على حق أو الشيعة على حق، خلينا نقعد بالوسط ونرفع من هو على حق ونتناقش لنصل إلى المبتغى والمراد. أما يجي لي واحد أحمق، واحد ساذج وجاهل دين لا يعرف شرقه من غربه، يقول لك أنه إذا تريدون أن نتحد معاكم، الخطاب ذي خاطب الشيعة، تريدون أن نتوحد وتريدون أن نجتمع معاكم وأن نقترب منكم وما شاكل ذلك، دين عندكم حل واحد. شنو الحل الواحد؟ قال أن تأتوا إلى كتب الحديث مالتكم وتحرقوها. خوش حل، لعاد يطلع لنا واحد من الشيعة هم يقول هذا الكلام. يا أهل السنة، إذا تريدون أن نجتمع وياكم على كلمة سواء، تعالوا لها الصحاح مالتكم كلها احرقوها، وبعد ذلك نعتمد على شنو؟ نعتمد على الهوى يعني؟ ما عندنا شيء. هذا حل السذج والحمقى والجهال والمغفلين والمغرضين والمبتغين لتركيز وتأكيد الفتنة بين المسلمين. ذولا جنبهم على جنب، لا ينفعون الناس شيئا. هذه العصبية المقيتة التي أشار إليها إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، وهي سبب لكثير من مشاكل المسلمين. لما يسألون عن العصبية يجيب بهذا الجواب: أن يرى الرجل شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين. بوي ذول فساق، ذول الظلام، ذول معتدين، ذول سراق، ذول قاتل النفس المحترمة، ذول كذا ذول كذا، ما يهمني، هذول من أهل السنة، هذول من أهل الشيعة، هذول من الجماعة الفلانية. لا عزيزي، مو القضية مياه الشكل، مو لأنه هذول من جماعتي فهم على حق وأنا لازم أدافع عنهم كيف كان. أنا نظري ينبغي أن يكون إلى الحق لا إلى شيء آخر. إذا كان النظر إلى الحق
نظر الجميع إلى الحق ومبتغاهم وطلبهم الحق، هناك راح نوصل إلى حل. وليس من العصبية، يكمل الإمام سلام الله عليه كما ينقل عنه، وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه. والله فلان أنت من العائلة الفلانية، والله أنا أحب عائلتي، أحب عشيرتي، أحب قومي. أحد قال لك تحبهم؟ جميل جدا. وهذه العاطفة أمر طبيعي عند كل إنسان أن يميل إلى أهله، إلى عشيرته، إلى ذويه، إلى شيء طبيعي. هذه عاطفة نبيلة ومطلوبة، لكن هذا الحب لا ينبغي أن يكون على حساب الحق. ولكن من العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم. تشوفهم أنت يعتدون على الناس، تشوفهم يأذون الناس، تشوفهم يظلمون الناس، تشوفهم يقتلون، تقول خلي يسوون، يستاهلون فلان، جماعة الفلانية تستاهل، طائفة الفلانية تستاهل، هذا جزاهم. عجيب، انت مسلم تتبع الإسلام ام انك ارعن تتبع حماقاتك واهواءك ورغباتك وشهواتك؟ بين. ان كنت مسلم، المسلم الاسلام يحرم كل هذه الاعمال، شلون انت تأيدها؟ شلون انت تقف وياها؟ شلون انت تدافع عن اصحابها؟ فهذه هي المشكلة العظمى، هذه العصبيات هي واحدة من أسوأ العقبات التي تقف في طريق وحدة المسلمين وفي طريق وصول الناس إلى الحق واكتشاف الحقيقة. اكتشاف الحقيقة يحتاج إلى إزاحة هذا الستار الحديدي عن البصيرة حتى يستطيع الإنسان دين الوصول إلى ما يحب الله ويرضيه عنه. على أي حال، شوفوا، نعمة من الله سبحانه وتعالى كبرى أنعم الله بها علينا، من علينا بها. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله من؟ حبل الله يشير إليه النبي في هذا الحديث، وفي روايات وأحاديث كثيرة بينت دين أنه الصلاة، أنه القرآن، أنه الإسلام، أنه الدين، دين أنه. لكن من جملة ما روي من مصاديق، بل هو أبرز مصاديق حبل الله، محمد وآل محمد. لما تركت الأمة أهل البيت، هذه العترة الطاهرة التي لم يروا منهم إلا كل خير، وابتغوا سبيلا غير سبيل، واتجهوا إلى خط غير خط؟ هذه مشكلة هؤلاء المسلمين الذين اتبعوا طريق الشيطان، والعياذ بالله من ذلك. احنا إذن بحاجة ان نقف امام هذا، ان نقف امام مثل هذه العصبيات، وان نقف امام كل المفتنين والمغرضين. دين العقبة الكبرى، يوم اللي اشوف واحد دين يحكي فد حكي مو مربوط مثل ما يقولون، ينبغي على المسلمين بالتي هي أحسن، لأن ما يحتاج بعد إثارات. بعض الأحيان إحنا نريد نعالج، لكن الأسلوب في العلاج خاطئ، فبدل أن نعالج شو يصير؟ نعمق المشكلة. لا، العلاج لأي مشكلة من المشاكل يحتاج إلى أسلوب حكيم. ادعو بماذا؟ بالحكمة.
ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذا وجدنا إنسانا يتكلم بكلام خاطئ أو يكتب كلاما خاطئا أو يدعو إلى فتنة أو يمارس عملا غير صحيح مؤدى خلق فتنة بين المسلمين وبين المؤمنين، ينبغي أن نسير وأن نتحرك إليه من أجل إصلاح أمره بالتي هي أحسن، لا بالفوضى ولا بالتهريج ولا بأي شيء آخر. ده واجب كل مسلم. احنا مطلوب من عندنا أن نعمل هكذا أعمال دي، نعم. لكن يوم اللي نجد أنه أكو إنسان ربما نقول أنه إصلاحه أمر صعب مرة يقال تجاهل مثل هذا الإنسان أمره هو الذي سيسقطه مع مرور الزمن، ومرة لا، هذا الإنسان يعني فد واحد ما عنده فد شيء، ما عنده غير لسانه، ما عنده غير فعله الفردي، بس مرة واحد قائد جماعة وعنده قوة وعنده سلطة وعنده زين، هذا تأثير كبير جدا لا يمكن الوقوف زين عند هذا الإنسان من دون مواجهته. لا ينبغي مواجهته، لأن هذه المسألة مسألة هامة وغاية في الأهمية، مسألة الوحدة بين المسلمين وبين المؤمنين، إلفة القلوب، التعاون، التعاضد، من المسائل التي ينبغي العمل عليها بكل، قلت ليس إلا بالأسلوب الحكيم وليس بأساليب التهريج وليس بالرد بالمثل، بالرد رد الحمقى، لا حبيبي، هو اتهمني بتهمة أنا قم بعد قم أطلع فالتهم، يعني صعدت وسكبت الزيت على النار والشكل ما طفيتها أنت، هذا الأسلوب لا ينفع، هذا الأسلوب أسلوب غبي، هذا الأسلوب أسلوب أحمق، يحتاج في علاج الخلافات إلى أسلوب حكيم بالتي هي أحسن، بالكلمة الطيبة وبهدوء ستعالج الأمور على أحسن ما يكون، ومن دون أن يستفيد الآخرون من أعدائنا من خلافاتنا. عزيزي الآخر خو مو قاعد واضع إيد على إيد ورجل على رجل، وإنما يرعاك وينظرك، زين أنت متى ما أحدثت فتنة أو خلافا أو انشقاقا بين الجمع أو في الوسط الأمة الواحدة والجماعة الواحدة استفاد من هذا الخلاف وهذا الانشقاق غيرك، يستفيد من عنده. لهذا أنت وجدت أن الأمويين لعنة الله عليهم كانوا هم من أسس لفرقة المسلمين ولتشرذمهم ولتطاحنهم ولتناحرهم، هم اللي فرقوا ما بين عربي وأعجمي، قرشي وغير قرشي، أبيض وأسود، ذكر وأنثى، مولى وغير مولى، دين وهكذا، فرقوا في العطاءات وفرقوا في المناصب وفرقوا في الاهتمامات وفرقوا. لكن خبث الأمويين ما وقف عند حد إحداث الفتنة، وإنما استفادوا من هذا أيضا من جهة ثانية، قاموا يتهمون أعداءهم وخصومهم والواقفين ضدهم من المصلحين بأنهم هم المفتنين. يقول للحسين سلام الله عليه دين لأنه وقف ضدهم وأراد حربهم وفضحهم، فيتهمون الحسين بأنه أراد شق عصا المسلمين. الحسين أراد شق عصا المسلمين،
ومعاوية ابن أبي سفيان ويزيد ابن معاوية يريدون يوحدون الأمة، مو هالشكل؟ هذا من الأخبار اللي يمكن أن توضع في زاوية تصدق أو لا تصدق، ومن صدق فلا عقل له، والشكل الحسين هكذا يزيد ابن معاوية ومعاوية أبوه الشكل. أمر عجيب غريب حقيقة. عبيد الله ابن زياد يبغي وحدة الأمة، ومسلم ابن عقيل جاي يفرق الناس ويخلق الفتنة. ليش يثيرون هذه الأمور؟ وهم اللي خالقين الفتن، هم اللي جعلوا الأمة طوائف، هم اللي سووها طائفية ومذهبيات وكذا، زين، قربوا هذا وأبعدوا هذا، أحسنوا لهذا وأساءوا لذاك، كله على أساس القرب من عندهم وعلى أساس مصلحتهم وما يخدمهم. لكن هم يعرفون أنه لازم يخلقون مبرر دين لعامة الناس. ليش احنا نقتل فلان؟ ليش نأذي فلان؟ ليش نسجن فلان؟ ليش نصادر حق فلان؟ ليش هالشكل نسوي؟ المبرر، المبرر ماكو أعظم من هذا، أن هذا جاي يخلق فتنة، أن هذا جاي يحرض على كراهية بين الناس، أن هذا جاي هالشكل يسوي. وهذا عمل لا يرتضيه أحد من المسلمين. فعبيد الله ابن زياد لأن أشاع في الناس لما أراد الانتقام من مسلم والقضاء على حركته الإصلاحية بأبي هو وأمي. هذه الإشاعات، تعالوا لا تغتروا بمسلم ولا تتبعوا، ترى هذا ما جاي إلا يفتن بيناتكم ويحرضكم على شق العصا، عصا الطاعة للحاكم الشرعي وسلطان المسلمين وما شاكل ذلك من هذه الأمور. هذا من جهة، ومن جهة أشاع الرعب في الناس والخوف في الناس، ما جعلهم يتفرقون عن مسلم ابن عقيل بعد أن اجتمع على طاعته وبيعته بأبي هو وأمي. ما يقرب طبعا هذا في البدايات 18,000، وإلا العدد ربما وصل إلى 40 وأكثر من ذلك بكثير، لأن هذه الرسالة التي ذكر فيها الرقم كانت وصلت للحسين أو أرسلها مسلم قبل مقتله بـ20 يوم. مسلم قتل في اليوم 8 أو 9 أو 10 من ذي الحجة الحرام، وقبل هذا أن يقتل بـ20 يوم وأرسل هذه الرسالة فيها هذا العدد 18,000 أو 20,000، زين، ولكن بعد ذلك تضاعف العدد، زين، أضعاف مضاعفة، كلهم عاهدوا مسلم على أن يقتلوا، أن يقاتلوا فيقتلوا معه ودون سيدهم أبي عبد الله الحسين، ولكن ما أسرع أن غدروا، ما أسرع أن غدروا فأفردوا مسلم ابن عقيل بأبي وأمي حتى أصبح غريبا لا ناصر له. جاء عليه غروب ذلك اليوم، فإذا الناس قد تفرقوا عنه شمالا يمينا، وكل واحد اتخذ مكان غير مكان، ما طلع من المسجد بعد صلاة المغرب والعشاء إلا وليس معه أحد يذله على الطريق. عند الغروب تفرقت عنا جموع، عند الغروب تفرقت عنا جموع،
صلى وطلع وحده على خده دموعه محتار بالكوفة ووقف ينباب طوعه واقفة هناك تنتظر ابنها يرجع وهو خارج الدار وإذا برجل واقف أمامها ما لوقوفك عند باب داري قال أمة الله إني عطشان فهل إلى شربة ماء من سبيل الماء ما يرد عن أحد إذا طلبه دخلت إلى الدار في رواية تقول أنه كان معها جارية جارية وقفت على الباب وهي دخلت إلى داخل الدار تأتيه بالماء لما رجعت إلى الدار إلى الباب وجدت جاريتها تبكي تسألها لما مما بكاؤك ليش تبكين هل آذاك هذا الرجل هل كلمك بكلمة سوء قالت كلا سيدتي ولكن رأيته واضعا رأسه بين ركبتي يبكي وينادي وعشيرته ألمها هذا الكلام جاءت أعطته الماء شرب أرجع القداح يا ويلي اجت لي اهل عفيفة وسقت الماي وقالت لا تقعد وقالت قوم شنهي قعدتك هاي لا تقعد يا روحي وماي عيناي قوم وروح لهلك جاهلك وين يا ويلي ون وني تقطع منها لفايا تقل لها يا حر اهلي ما هم بالبلاد غريب الدار واهلي عني بعايد غريب الدار واهلي عني بعاد وين اهلي هلي ما هم قريبين ويلي يقل لها يا وعي انا مستديرة انا لا اهل عندي ولا عشيرة غريب وعمام بغير ديرة ومثل حيرتي ما جرت حيرة يا وانا مسلم الفاقين ايد نصيرة انت مسلم ابن عقيل انت رسول الحسين انت ابن عمه الام امتك الدار دارك على الرحب والسعى يا مسلم أدخلته إلى دارها أفردت له حجرة من حجرات تلك الدار قدمت له طعاما وشرابا ما أكل وما شرب إنما قام لأوراده يتعبد طوال تلك الليلة هذا وطوعة راقبه حتى إذا جاء ولدها بلال
وألح عليها أن تخبره بالأمر، فأخبرته بأمر مسلم بعد أن عاهدها ألا يخبر بأمره أحدا. لكن اللعين طمعا في جائزة ابن زياد بقي تلك الليلة يتقلب على فراشه فرحا بالحصول على الجائزة، فما أن طلع الفجر حتى أسرع يخبر ابن زياد بأمر مسلم. أجركم الله، أقبل الطوع إلى مسلم تقول له: ما رأيتك نمت منذ الليل. قال لها: لقد رأيت عمي أمير المؤمنين، غفوت غفوة، فرأيت عمي أمير المؤمنين يقول: الوحى الوحى، العجل العجل يا مسلم، وأظن أن هذا آخر عمري وأني أقتل هذا اليوم. بيناهم كذلك وإذا بأصوات صهيل الخيل وقعقعة اللجم ووقع حوافر الخيل، صاحت: يا مسلم، قد أتاك القوم من حيث تحذر. قال لها: لا عليك، ناوليني سيفي ولامة حربي. لبس لامته، تقلد سيفه، وخرج. لما هم القوم أن يدخلوا إلى الدار دفعهم عنها وصار يقاتلهم حتى أحدث فيهم مقتلة عظيمة. وطلب محمد بن الأشعث قائدهم أن من ابن زياد أن يمده بالخيل والرجال، فقال له: أرسلتك إلى رجل واحد فقتل منكم هذه المقتلة، كيف لو أرسلتك إلى من هو أشد منه مراسا وأقوى منه باسا؟ يعني الحسين سلام الله عليه. فرد عليه ابن الأشعث: أو تظن أنك أرسلتني إلى بقال من بقاقي للكوفة، أو جرمقان من جرامقة الحيرة؟ إنما أرسلتني إلى سيف مسلول من سيوب آل أبي طالب، فأمده بالخيل والرجال فقاتلهم حتى أحدث فيهم مقتل عظيم. قيل: فطلب المدد ثالثا. هذا وقد اجتمع الناس على سطوح المنازل يرمونه بالحجارة ويلقون عليه الحطب المشتعل بالنار، فخاطبهم: ويلكم يا أهل الكوفة، ما لكم تقاتلوني كأنكم تقاتلون رجلا كافرا؟ هاجركم الله. قاتلهم قائلا: أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا. رد شعاع الشمس: فاستقرا، أخاف أن أخدع أو أغرى. رد شعاع الشمس: فاستقرا كل امرئ يوما ملاق شرا، ويخلط البارد. أجركم الله يا مؤمن
المؤمنين. فأجابه ابن الأشعث: أن لك الأمان يا مسلم، لا تخدع لا تغر. قال: لا أمان لكم يا أهل الكوفة. فلما عرفوا أنهم لا يقدرون على قتاله بأبي هو وأمي، عمدوا إلى المكر والحيلة، فحفروا له حفرة غطوها بالدغل والتراب، ثم اجتمعوا يقاتلونه. فلما شد عليهم افترقوا أمامه سماطين وهو مقبل عليهم: أجركم الله. فوقع في تلك الحفيرة. أيوا مسلما وسيدا ومصيبتا. فاجتمع القوم عليه، ضربه لعين بالسيف على أنفه والآخر على شفته العليا، فقطعها حتى وصل إلى السفلى، وتساقطت بعض ثناياه وسال الدم من أنفه وفمه. ثم أوثقوه كتافا، صار يبكي بأبي وأمي. قال له أحدهم: يا مسلم، إن الذي يطلب مثل ما تطلب لا يبكي، إن نزل به مثل ما نزل بك. قال: ويحك، ما لنفسي بكيت ولست عليها أرضي، إنما أبكي أهلي المقبلين علي، أبكي حسينا وآل حسين. هذا وطوعا فوق سطح دارها تنظر إلى الذي يجني على مسلم، طاعة تصيح على السطيح وشهايا الكسيرة. لاتك حضرت تشوف يا شيخي العشيرة، بن عمك الموثوق طايح في الحفيرة، قاده مثل الطير مكسور الجناح، ويلي ظلت تنخيهم. يا أهل كوفان رحموا، هذا ابن أخو الكرار حيدر، لا تسحبوا خلوه يمشي براحته، قلبي شعبته، خافوا من الله مالكم مذهب ولا أجركم الله. أقبلوا به إلى قصر الإمارة، رأى قلة ماء بارد عند الباب، طلب ليشرب، فقال له الباهلي: أتراها ما أبردها؟ والله لا تذوق منها قطرة حتى ترد الحامية. قال: أنت أولى بها مني صليا. فتركه ومضى إلى داخل القصر، فلم يسلم على ابن زياد بالإمرة، فخاطبه أحدهم: لم لا تسلم على الأمير؟ قال: ويحك، ما هو لي بأمير، إنما أميري حسين ونعم الأمير. قال ابن زياد: سلمت أو لم تسلم فإنك مقتول. يقولون: وأتي له بشربة ماء ليشرب، فلما أدنى القدح من فمه امتلأ القدح ماء فرده، جيء له الثانية فامتلأ دما ورده، أما في الثالثة فلما هم أن يشرب تساقطت فيه أسنانه،
فرده قائلا إن لو كان من الرزق المقسوم لشربت. كأن الله أراد لمسلم أن يواسي في عطشه سيده ومولاه الحسين سلام الله عليه. ثم أمر اللعين ابن زياد بكر بن حمران أن يصعد به إلى أعلى السطح فيضرب عنقه هذا والناس في خارج الدار في خارج القصر قد اجتمعوا حوله يتفاكرون في أمر مسلم بين قائل أنه يؤسر وبين قائل أنه يرسل إلى يزيد. آجركم الله فصعدوا به إلى أعلى السطح ودموعه تجري على خدي صعد مسلم والدمع يجري من العين وجه بوجه للحجاز خاطب حسين يا حسين ردوا يا أهلي يا ولا تجوني خانوا بي الكوفة عقب ما با يعوني وللفاجر ابن زياد كلهم سلموني. أجركم الله فلما صعد إلى السطح طلب ليصلي ركعتين فأذن فأمهله اللعين. فلما فرغ من صلاته وجه وجهه ناحية المدينة صاح السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله. أجركم الله فبينا هو كذلك إذ رفع اللعين سيفه فتح باعه فأهوى به على رقبته فقطع رأسه. أيوا مسلما وسيدا ومظلوما وبين الناس بالخارج ينتظرون أمر مسلم وخبره وإذا بالرأس قد هوى من سطح القصر فتبعه الجسد حتى تكسرت عظامه. أيوا مسلما يا هو غريبا. ثم أقبلوا إليه فربطوا في رجليه حبلا وضموا إليه مسهان بن عروة وأقبلوا يجرون الجسدين في الأسواق. أيوا مصيبة واللي مقدر قضى وشاعت أخبار رماه القوم من قصر الإمارة وهاني نشت العقبة وبقت دارة مضي المايا ولا بح بعد واحد يصيل عقب هاي طلع عيت مضحج من الدو
شقيت لعيد هاني ومسلم قبور بس جثة حسين الشهيد بيوم عاشور ما لقيت بالتراب والدم غسل ينجار ينجار عاد عاد ليستجير يكون ينجار ينجار وعن كتله حلف الشرف ينجار ينجار مثل مسلم صدق بالحبيل ينجار تتنوم سبكت لعلو يا جميع لئن تقضي نحبايا فكم في زرود عليك العشية من نائحة إلهنا نسألك وندعوك بمحمد وآله الطاهرين اغفر لنا وارحمنا عافنا واعف عنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم قال يا الحاضرين احفظهم فردا فردا اخذ حوائجهم ارحم موتاهم شافي مرضاهم أغني فقراهم يسر أمورهم سهل مطالبهم المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع تقبل اللهم منهم بأحسن قبولك وأجرهم على ذلك بأفضل ما عندك اللهم صل على محمد وآل محمد وأغث شيعة محمد وآل محمد في كل مكان